J'espère que vous allez bien. Cette vidéo va concerner les petites filles, les filles, les filles. Je vais vous montrer ce look que vous voyez d'avant. Le look de l'everyday, vous pouvez sortir avec lui quotidiennement, vous pouvez le rencontrer avec quelqu'un la première fois, ou vous pouvez sortir avec vos amis, vous pouvez sortir avec la fac, l'école, vous pouvez sortir avec le travail, interview, vous avez une interview, c'est très simple, glowy. و شايني وزوين انا فريمون فرانشمون كيعجبني هذا الميكاب تقريبا راه كنديرو ديما فاش كنبغي نخرج ملي كندير الماكياج واخا ما كنديرش انا الماكياج بزاف ولكن النهار كنبغي نخرج كندير هذا الميكاب اللي كيبان سامبل ولكن في نفس الوقت زوين كيعطي واحد البول من الوجه وفي نفس الوقت استعملت فيه دي برودوي فريمون رخاص فريمون رخاص ديال لي دوب ديال دي مارك معروفين يعني كتشوفي وجهك كديري في وجهك كيقول لك شي حد كيسحاب لي انك دايره شي ماكياج فريمون غالي بحال ديال هدى بيوتي او الانستازيا الى اخره ولكن راه فريمون دي برودوي لي دوب ديالهم غير خاصين تقدري تشريهم في المتناول ديال الجميع. المهم الى بغيتو تكملوا معايا التوتو شوفوا لي زيتاب لي درت كملوا معايا الفيديو حتى الاخر. كيوت دوك كيفكروني في البنات الصغار كيكونوا كيقراو في بريفي ماما شنو شنو في كوتي كنضحك معاكم كيكونوا مش اصلا كيهضروا بالعربيه كيكونوا كيهضروا غير الفرنسي ماما بلاتي بلاتي نديرها بعدا ماما كيسكو جو في مونجي بور لي كوتي ما تقلقوش كنضحك معاكم داكشي باش نخلقوها جو زوين في الفيديو صافي معنا يا كنبغي نخلق السعاده في الفيديو ديالي باش ما نبقاوش غير دونك غادي نديرو فين اليوتيوب بلوجر غادي نديرو بلوجر فين هي عندي لكم يوتيوب بلوجر و ابخي غادي نقول لا هذا الشيء ما عنديش انايا كان انا هكا في حياتي كنبغي نبغي نضحك فهمت داكشي بغيت نخلق معاكم في الفيديو اخر ديال صافي دابا ندوزو للمعقول مقام دون حماضو عليكم هنايا دونك هنايا كنستعمل بور فون دو تان كنستعمل هذا ديال ماي بيلين ديال فيت مي عرفتو من نهار بديت كنستعملو شي عامين هادي وانا ما قدرتش نبدل الفون دو طون حيت فريمون كيجيني خفيف وفي نفس الوقت لومينو فريمون كيعجبني المهم افون راه رطبت البشره ديالي بيان سور حيت انا ما كنقدرش انني زعما ندير الفون دو طون على البشره اللي تقدر تكون زعما ناشفه ولا انا النوع اللي كندير الفون دو طون على البشره اللي كتكون ديما مرطبه مزيان باش كيجي داك الفون دو طون هيلثي فهمتوا المهم انا غادي نشوف ليكرون صافي سمحوا لي باش نحاول انني ندير حيت ما يمكنش نشوف في الكاميرا ناخذ باليت باش نشوف في المرايه دونك كان بيوتي بلاندي عرفتوا راه فريمون كيجي فن هاد الناس اللي ما عندهمش مثلا الحبوب في وجههم كيبغيو واحد لو لوك ناتوريل غير خدو هاد الفون دو طون على حسابي راه فيه بوغ لا بو سيش و لا بو لي كتكون دهنيه هو بالنسبه للناس اللي كيدرق راه ما كيدرقش يعني الا كان فيكم حبوب ولا كم حبوب ولا شي حالات لي طاش وداكشي لي طاش كيقدر يدرقهم شويه من غير لا درتو لهم لونتي سيرم بحال دابا انا لي طاش ما عنديش مشكل الا بقاو كيبانو شويه حيت اصلا كيدرق شويه وانا ديما كيعجبني ناتوريل ما كيعجبنيش نفكي راسي بالميكاب زعما الا بغيت نخرج من غير الا كنت بغيت نصور غير شي توتو ديال الميكاب في انستغرام ولا شي حاجه باي ذا واي تبعوني على انستغرام حيت كنبقى نحط لكم دي توتو ديال الميكاب يقدروا يعجبوكم المهم فولو وني صافي انا نورمالمون في زعما في الحاجات العاديه ديالي ما كنديرش بزاف لونتي سيرم كندير غير هذا فريمون كيعجبني نديرو تحت عينيا كيعجبني نديرو حيت كيجيني حتى هو ناتوريل على انا اي حاجه كتكون مقاس حاجه زعما حيت لونتي سيرم كيجيني شويه انايا كيكوفري بزاف وكنخلي هذا كنخلي هكا شي 3 مينوت بحال هكا ابري اش كنجي نبلانديه علاش باش السر انه ينشف ملي كينشف ملي كتبغي تبلانديه ما كيبقاش يتحرك لك في البلايص كاملين هذا هو السر بالله انا راكم مثلا بغيتو سوا ديروا اونتي سيرم اولا فون دو طون تحت من العينين ديالكم خليه واحد 3 حتى 5 مينوت بلا ما نشف عاش بلانديو غير طابوتيو ماشي زعما تبقاو تجرو فيه ها ها لا غير بلانديو و فريمون كيشد البلاصتو اما الا بلانديتو هذيك الساعات نو مكيشدش البلاصه ديالو وفي ملي تكون هز بلانديو غير طابوتيو بيان سور باش ما يتحركش لكم الفون دو طون
شو غادي ناخذ لا بودر ديال غيبي لندن لا ريفيرونس 3 هاي هنايا فريمون هاد لا بودر زوينه خفيفه ما كنديرش انا بها وجهي كامل ما كيعجبنيش وجهي يكون تكون فيه لا بودر كنديرها غير تحت من عينيا باش كنفيكسي تحت من عينيا وعينيا باش كنفيكسي باش ما يوقعوش الخطوطة حيت نورمالمون سوا ليكرون باردون سوا الفون دو تان او لا لونتي سيرم كيمشي تحت من العين وكيبقاو دوك الخطوطة خايبين خصوصا ملي الوقت كيبقى يدوز مع كيبقى ليكون ماكياج في النهار كامل ما كيبقاش الفون دو تان او لا لونتي سيرم تحت من العين ديالكم دونك بقاو ديروا ليه لا بودر تحت من عينيكم سواء لا بودر ليب او لا بودر بحال هكا وهذه انا كنصحكم بها خديتها فريمون صدقات يا زوينه انا من اللي ما كنشريش لا بودر كتعجبنيش لا بودر ولكن هادي راه بحال ما دانيش لا بودر وكتصبر لكم كتبقى لكم نهار كامل ويشد لكم في وجهكم سورتو اللي كيبغيو يديروا بودر على وجههم كنصحكم بها هي صايبت الحجبان ديالي ما بغيتش نديرهم في لا فيديو باش ما يجيش طويل حيت ديجا درتهم لكم فواحد لا فيديو الا بغيتو غادي نخليها لكم في الابعاد ديسكريبسيون كيفاش كنقي حجباني وكنتراسيهم او ميم طون الا كنتو باغين تستافدوا بغيتو حجبان بحال هكا ناتوريل كي كيبانو شتو كي كنتراسيهم غنخليهم لكم تحت ودخلوا شوفوهم دابا غادي ندوز للبرونزر انا نورمالمون كنفضل البرونزر اللي كيكون سيك اللي كيكون بحال الفون دو تان هو اللي كيعجبني كيجيني بلو ناتوريل حيت كما قلت لكم انا ما كيعجبنيش شي حاجه تكون بودري ولكن بالنسبه للخرجات مثلا ديال خفافين وما كيكونوش بالليل اولا كندير هذا خديته من بريمار فريمون زوين كنخديته غير باورو 50 وفريمون صدقني قلت في الاول غير نجربو و فرانشمون زوين دونك ناخذ هذه نورمالمون كنت كندير بلا بغوس اللي كتكون هكا رقيقه هي اللي كنكونتوري بها هنا ولكن ما بقاش كتعجبني وليت كنفضل انني ندير الكونتور بهاد ديال لابودغ حيت اصلا ما كنديرش لابودغ كناخد هادي ديال سميتو كنجي كيعجبني ندير حتى حنيكاتي من هنا كنقارن بلاندي باش ما كيبقاش داك الخط انا ما كيعجبنيش يبقى داك الخط كيعجبني غير يعطي اللون البرونزر لوجهي وصافي ما كيعجبنيش بزاف انني نكونتوريه كنكونتوريه ملي كندير داك الكونتور اللي قلت لكم ديال ستيك اما ملي كيكون غير برونزر كنبغي غير نبرونزي راسي وصافي عرفتش انا راه من عشاق البرونزر كنحمق على البرونزر سورتو في الفصل ديال الصيف راه حتى الفون دو تان الا ما عرفتش ما بانش دابا راه مغموق على وجهي ولكن نورمالمون راه غير مع الشميشه هو راه غبق من وجهي اوبس درت غمق من وجهي وانا كيعجبني داك الليفي اللي كيكون برونزون كيعجبني وجهي ما يكونش داك اللون بيض اولا ندير شي فون دو تان بيد من وجهي او لا فريمون كيعجبني يكون وجهي ديما فيه البرونز عرفتي ديك الجبهه اللي كتكون فريمون برونزيه كتحمق يا هنايا كنبقى نبرونزي فيها حتى كنولي نيت سمراء كنسمر راسي بزز بحال هكا كونتوري شوية غير باش ميبقاش وجهي في كيبان مفيهش اللون و صافي سي بون ان كود كور
كنحماق عليه هذا كتسطع لي انايا عرفتي كيعطي واحد لي فيبول مين الوجه فريمون واعر شوفوا لا تيكستور ديالو كي دايره راه غتلقاوني في كاع لي فيديو كنديرو حيت انا ما كنحملش البلاش ولكن هذا اوف جادور ديال لا مارك ريفولوشن كندير شويه هكا كندير هكا كنضحك وكنطابوتي ما كنجرش كنطابوتي وكنبقى نبلاندي باش كيجي ايفي ناتورال شو قرب لكم شو الفرق وكيعطي واحد لي في بول مين نورمالمون الناس اللي ما باغي يبغوش يديروا الهايلايتر ولا بزاف ولا هذا راه فريمون واعر وهذا راه درت غير شويه راه ما زعما ما كثرتش كيعطي داك لفي ديال وديما ملي ديروا هكا الطابوتي جروا هنايا باش يجيكم داك الحنكه تيطلعوا الفوق هذا هو السر باش الحنك يطلع الفوق شفتوا هانتوما الفرق بين الحنك وهذا شفتوا نزيد دابا الحنك الاخر ديما كنطابوتي في الوضع بشويه باش ما يعطينيش اللون بزاف باش يعطي واحد البوان من الوجه كيعجبني داك الوجه كيكون هكا احمر كامل هكا انا هذاك اغلبيه كنديرو ملي ما كنكونش دايره البرونزر كندير هاد البلاش وكنخلي وجهي كله يبقى فيه غير داك البلاش كيعطي واحد لافي واعر شو غادي ندير الهايلايتر اللي ما كيبغيش يدير الهايلايتر بلاش انا كيعجبني الهايلايتر يكون في نديرو في الصباح كنديرو غير خفيف عندي هذا ديال لا مارك ريفولوشن ديال سوف اكس اللي دارت كولابوراسيون مع سوف اكس فريمون كنحمق على لي باليت كاملين ديال سوف اكس واعرين رخاص وفي نفس الوقت واعرين هذا كنت خديتو غير من بريمور اللي كاين هنايا في اسبانيا دونك هانتوما لي كولور اللي عندي على حساب لي كولور اللي بغيتو ديرو هنايا غوز هنايا موف مايل الغوز هنايا الوان ديال الشامبان هنا برونزون فريمون روز جولد فريمون واعرين واعرين انا غادي ندير هاد الغوز هاد الغوز نخلطو مع هذا اللي شويه اللون الفاتح بحال الموف كيجي زويون نوريكم لوك شو درتها شويه شو قرعوب كيجي فريمون ايفي غلوي احسن نبغوس عندي هي هذه كنت تطلع عليها انايا كنتي ديك الريشه عندي واحده اخرى كندير ديال الهايلايتر ولكن هذه هي اللي كنبقى نديرها نعاودها شو كيجي لو لوك بولمين ندير الشيء الاخر هنا وعلى حسب نتوما اللون ديالكم تقدروا ديروا لي جولد او لا روز جولد راه طلع اللون فهاد لاباليت فريمون واعره يعني وعاوتاني على حسب واش مبرونزين راسكم بزاف بحال نورمالمون انا كنبرونزي راسي بزاف كندير لي جولد هنا انا كنحمقني الهايلايتر كنحمق الهايلايتي راسي كامل كاع يعني البلايصي خاصك دير فيهم هايلايتر كنديرهم فيهم انايا يعني نيفي شو هانتوما هادشي كيعطي واحد لو لوك اوف شو فريمون دابا غادي نصايب عينيا غادي نصايبها بهاد لاباليت ديال اي لاف شوكليت اي لاف ميك اب باردون ديال شوكليت روز جولد ديال لا ماغ ريفولوشن فريمون زوينه هادي راه دوب ديال هدى بيوتي شوفوا لي كولور اللي فيها فريمون واعرين
وتري تري 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 بيغمونتي فريمون. ناخذ لا كولور هذه اللي فاتحه هذه هذه هي اللي غنديرها في العينيه كامله. حاولوا دائما ملي تكونوا مثلا كتبغيو ديروا شي ميك اب ناتوريل ديال افري داي تاخذوا شي بغوص تكون كبيره بحال هكا ماشي دوك اللي رقاقين هادي باش كتعطيكم كتحل لكم عينيكم. ديما ملي تبقاو تزيدوا في لي كولور وانتم كتنقصوا في لي بغوص زعما في غادي كتصغروا في لي بغوص باش كتعطيو داك الليفي ديال السموكي. خرجونو شو نرجع للور هذا. انا راه ما درتش بزاف ديال كناخذ غير ها هاك ها صافي هادشي اللي كندير باش ما كيعطيش داك حيت هو تري 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 بيغمونتي راه فريمون. كنت خديتها من ياناندوان اللي كاينه في موروكو مور زي جو بونس الى عقلت بشي 180 درهم وكي راه فريمون صدقات ليا واعره فريمون واعره ما ندمتش عليها. انا كاع لي باليت عندي ديال ريفولوشن عندي جو بونس وحده اللي ماشي ديال ريفولوشن حيت كيجوني رخاص مقارنه بلي باليت لي غالي بحال هدى بيوتي اولا وكيجوني نفس الحاجه فهمتوا يعني نفس الحاجه حيت هما اغلبيه كيديروا التوب ديال لي مارك لي معروفين سورتو ديال هدى بيوتي. شوف غادي ناخذ هاد لابروس لي صغار شفتوها وغناخذ لا كولور اللي حداها شوف كيبان لكم برا هادي وغندير في الكخو ديال العينيه في الجنب هنا كنحطها في الاول هكا. الا ما بغيتوش ديروا مثلا انكم ديروا الكولور الانتقاليه بلاش اكتفيو غير بهذيك اللون الاول الا كنتو زعما باغي تخرجوا ولا شي حاجه عادي ديروا غير هذيك اللون الاول وصافي. انا بغيت نزيد هذا ديما كتبقاو تبرانديو هنا وكتجرو برا تبرانديو وتجرو برا سافا الشوره كيبان شويه الفرق واخا درتو انا راه خفيف درتو حيت نورمالمون باش تخرج فيه في الصباح. اما ملي كندير مثلا كنكون خارجه بالليل اولا كنبغي يكون هداك ايفي سموكي هانتوما كنحطو وكنبدا ندخلو بالداخل كنحط وكندخل داخل دابا سيفا وغنجي من الفوق غناخد ديك لا كولور اللي خديت في الاول هادي وغير غنبلاندي بها من الفوق باش بحال يتوحد ليا داك يندمجوا ليا لي دو كولور صافي سيفا الا بغيتو تخليو غير هكا خليوه راه سي بون راه زوين. انا غادي نزيد شويه ديال الهايلايتر غناخذ داك اللي درت نيش في وجهي هذا وغندير غير شويه في العينين غير شويه غير باش نعطي هنا واحد الطول عينيه درت بزاف وخا هكا كوميم غير غادي نبلانديه
Ben, il y avait des chants. Assure à Douane, elle a des palettes. Ouf. Alors, la pygmentation, là, ouf. Quand le riche, oui, ok, il y a vraiment la pygmentation. Non, je pense que tu es, non? دير الحساب في الاول ديال العينيه باش يعطي الضوء. شفتو؟ وغنديرو هنا في هاد ال باش كيعطي الضو لهاد البلاصة. عجبني انا. دابا غادي نجي ندير الماسكارا. الا بغيتو ديرو ايلاينر ديرو. انا دابا ما جاتنيش على الايلاينر. كندير هاد لامارك ديال اسانس. فريمون هادي واعرة رخيصة وزوينة. انا ديما مع الحاجة اللي رخيصة وزوينة. خليكم الماسكارا وجهكم مثلا هكاك ما تحيدوهاش ديك الساعه دو تغرجوا فيها تحيدوها وهي باقا ما نشفاتش خليوها حتى تنشف وجيبوا هاد القطينه وحيدوها هاد دغيا دغيا كتحيد فهمتوا شفتوا فريمون دغيا كتحيد هاكا نشوفوها هنايا صافي سي بون سي بون. دابا غادي نجي ندير هاد القلم الابيض ديال لا مارك اسانس غنديرو في عينيا باش نكبرها شويه اللي عندهم مثلا عينيهم صغار ما يحاولوا انهم تجنبوا انكم تكحلوا عينيكم حتى لو تكحلوا كحلوا من برا حيت كيكونوا صغار وكيحلوا عينيهم من الداخل كيزيدوا يصغروا عينيهم دونك اللي عينهم صغار يحاولوا انهم يديروا قلم ابيض اولا قلم بيج باش يكبروا عينيهم طبيعيا واللي العكس عينيهم كبار كيبغوا يصغروهم يديروا قلم كحل اوبس باش يصغروا عينيهم انا ما عنديش مشكل كنديرهم بجوج حيت نورمالمون عيني عادي سواء نهار كنبغي نكحلهم نصغرهم اولا نكبرهم دابا غادي نتراسي فمي من هاد الكريون ديال ديلي بلس ما عقلتش ديال في كيتباع واش ميركادونا والله ما عقلت نجي غير نتراسي ليه من برا باش نكبر فمي شويه صافي دابا غادي ندير هذا ديال لا مارك فلور مار ليبستيك نيود لا ريفيرونس 10 هاش واش كتبان المهم ما واش دابا المهم 10 دونك فوالا لي في هذا هو لو لوك فينال نتمنى يكون عجبكم الى عجبكم بارطاجيوه مع صحاباتكم حتى نتوما باش يستافدوا ونتبادلوا الخبرات الا كانت عندكم شي ملاحظه على الميكاب ديالي ما تنساوش تكتبوها ليا لتحت في لي كومونتير باش نستافدوا من بعضياتنا حنا هنا بعضياتنا باش نستافدوا صافي نتمنى يكون عجبكم انا فرانشمون حمقني هذا راه هو تقريبا اللي كندير ديما انايا ملي كنبغي ندير الماكياج واخا كرا غارمون كندير الميكاب باش كنبغي نخرج ولكن نهار كنخرج كندير هذا الميكاب
من غير الفونديشن. الفونديشن كنخليه غير البلايص المهمين او باللي غالبا بالليل، اما انا في اللوك افري داي ولا هكا كندير غير ليكرون تانتي وصافي، وكندير معاه هاد اللوك. المهم نتمنى يكون كيعجبكم، الا عجبكم بارطاجيوه مع صحاباتكم، خليوا لي لايك باش نعرفكم راه عجبكم، باش نزيد هاد نشارك معكم لي توتو ديال الميكاب. وغنخلي لكم هنايا الانستغرام ديالي باش تفولوني فيه، دخلوا دابا قبل ما تكمل الفيديو دخلوا فولوني في الانستغرام، راه نخلي لكم، راه كنحط بزاف ديال لي توتو، بزاف ديال لي فيديو على الميكاب. هنا كتجيني ممله بزاف شويه، انا مقالين نهضر في قدام الكاميرا وماكي وداكشي. المهم الا بغيتو تشوفوا داكشي سريع 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 بحالي انايا، انا كملي كنبغي نشوف لي توتو ديال الميكاب كندخل للانستغرام وكنبقى نتفرج فيهم دغيا كيدوزو غير بالموسيقى وداكشي، ولكن هنايا كنبغي نتفرج في اليوتيوب باش نستافد كثار، كنبغي نشوف لي برودوي كثار شنو كيعطيو عليهم الناس، شنو كيقولوا عليهم في اليوتيوب وصافي. ما الا بغيتو تفرجوا في لي توتو قصارين ما يكونوش طوال بحال هكا دخلوا للانستغرام. شكرا. المهم نخليكم دابا غنوصل للنهايه ديال الفيديو ديالي، نتمنى انه يكون عجبكم الفيديو، ما تنساوش تخليو ليا لايك، بارطاجيو لي فيديو، ديروا ليا سبسكرايب. سلامه، اوغيوار.